بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا فيما مضى أن ثبوت إمامة إنسان بطريقين، وهناك علائم كثيرة أيضاً تكشف عن الإمامة. الطريق الأول لإثبات الإمامة النص من رسول الله صلى الله عليه واله ومن الائمه الماضين الطريق الثاني المعاجز والكرامات وهما الطريقان اللذان يثبتان نبوة الانبياء ايضا يعني رسول الله محمد صلى الله عليه واله كيف علمنا بنبوته؟ أولًا ببشارة الأنبياء السابقين، لأنه في التوراة والإنجيل بشارة برسول الله محمد صلى الله عليه وآله على لسان عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، وسائر الأنبياء أيضًا بشروا به. وأيضًا معاجز الرسول صلى الله عليه وآله، ومنها المعجزة التي بأيدينا وهي القران الكريم هذان الطريقان كما يثبتان النبوه كذلك يثبتان الامامه والائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام نص عليهم الرسول بالعموم في احاديث عامه وبالخصوص باسمائهم وايضا الائمه الماضين بشروا ونصوا على الائمه اللاحقين وأما العلائم التي تكشف إمامة إنسان هي علائم منها أن يكون أكبر أبناء الإمام الماضي ومنها أن يكون وصيا للإمام الماضي ومنها غير ذلك مما مرت في أحاديث سابقة، هذا الباب باب الاشارة والنص على أبي الحسن الثالث الإمام الهادي، نص الإمام الجواد على الإمام الهادي جمعه الكليني في هذا الباب، يعني بعض النصوص وإلا هي النصوص كثيرة جدا اختار منها الكوليني بعض الأحاديث، الحديث الأول عن إسماعيل بن مهران قال لما خرج أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه، قلت له عند خروجه جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إلي ضاحكا وقال: ليس الغيبة حيث حيث ظننت في هذه السنة، فلما أخرج به الثانية إلى المعتصم صرت إليه فقلت له جعلت فداك. انت خارج فالى من هذا الامر من بعدك فبكى حتى خضلت لحيته ثم التفت الي فقال عند هذه يخاف علي الامر من بعدي الى ابني علي الامام الجواد عليه الصلاه والسلام خرج من المدينه الى بغداد مرتين المره الاولى في زمان المامون العباسي والمره الثانيه في زمان المعتصم العباسي في المره الاولى زوجه المامون بنته ام الفضل وفي المره الثانيه دس المعتصم اليه السم فمضى شهيدا مسموما طبعا حتى يتضح او تتضح معالم هذا الحديث الشريف لا بأس بان نذكر ان المأمون العباسي ابن هارون، هارون كان له اولاد وكان يحب اولاده فأكبر ابنائه من زوجته زبيده بنت عمه الامين اسمه محمد ولقب بالامين كان يحبه حبا جما ابنه الثاني من جاريه فارسيه كانت تسمى مراجل وهي ام المامون وكان يحب المامون حبا جما ايضا لذكائه ودهائه وابنه الثالث من جاريه تركيه هو المعتصم فمن حبه لابنائه نصب الامين وليا للعهد ونصب المامون وليا لولي العهد. يعني هكذا انه المأمون هو هو ولي العهد ومن بعد المأمون الامين يكون وليا للعهد. فلما مات هارون العباسي كان الامين في كان المأمون في خراسان. وكان اهل خراسان معه. لأن أمه فارسية، ولأنه كان داهية كانوا معه، الأمين حينما تبوأ السلطة شاف أنه ليش أخوه يكون ولي العهد؟ ابنه خلي يكون ولي العهد، فلذلك عزل المأمون عن ولاية العهد ونصب ابنه لولايه العهد المامون ما رضخ الامر وجهز جيشا جرارا من خراسان وجاء الى بغداد وصار قتال بين جيش الامين والمامون والمامون كان مستضعف الراي فانهزم وقتل واحتل المامون بغداد لكن حزب السلطة من بني العباس هؤلاء كانوا مع الأمين مو مع المأمون ما قبلوا بالمأمون خليفة وسلطانا فالمأمون شاف أنه ما يقدر يبقى في بغداد لأن حزب السلطة من بني العباس هم ضده صحيح هو بجيش خراسان قتل الأمين واستولى على السلطة. لكن ما يقدر يبقى في بغداد وحزب السلطة من بني العباس ضده. لذلك رجع إلى خراسان. وحتى يرغم حزب السلطة من بني العباس بالقبول به اتخذ خطوات متعددة. من جملة تلك الخطوات انه أزال الأمن والأمان من بغداد. سبع سنوات بغداد لا أمان فيها وطبعا مركز بن العباس هو بغداد وحزب السلطة كانوا في بغداد سبع سنوات ماكو أمان في بغداد السرقة والنهب والقتل وما إلى ذلك لأن السلطة هي التي تحفظ الأمن فإذا السلطة كانت تريد عدم الأمن أصلا نفس رجال السلطة هم راحوا يخربون الامن والامان، فلذا كثرت الجرائم في بغداد سبع سنوات، هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه انه اجبر الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على قبول ولايه العهد. الامام الرضا ما قبل، هدد الامام الرضا بالقتل، اذا ما قبلت ولايه العهد راح اقتلك فالامام الرضا عليه الصلاه والسلام تقيه قبل بولايه العهد ولكن افشل مخطط المامون لان المامون كان عنده اغراض من ولايه عهد الامام الرضا من جمله أغراضه تهديد بن العباس اما تقبلوا ب وإما أخرج السلطة من بني عباس إلى بني علي عليه السلام خلاص هو عين الإمام الرضا وليا للعهد هددهم بذلك وأيضا كان إلى أغراض أخرى من جملة أغراض أنه يخرب سمعة الإمام الرضا لأن الناس كانوا ينادون بالإمام الرضا وكانوا قد جزعوا من ظلم بن العباس راد أنه يلوث الإمام الرضا بمسائل السلطة فيقول للناس هذا هم مثل البقية ليش أنتم تنادون ب إمامة الأئمة من أهل البيت حالهم حال البقية هو مو مالك للسلطة زين يظهر نفسه خوش إنسان لما ملك السلطة صار حاله حال البقية مثل كثير من الأحزاب والجهات لما هي بالمعارضة وتبين انه احنا لو تبق... وان السلطه لن... لفعلنا كذا وكذا وكذا وكذا، زين لما يوصلون للسلطه يتصرفون مثل تصرف الحكام السابقين بل لعله أسوأ منهم. فالمأمون كان يريد يلوث سمعه الامام الرضا. الامام الرضا افشل خطه المأمون بان اشترط بانه لا يتدخل في اي امر من الامور، لا في عزل ولا في نصب ولا في قضيه اقتصاديه او سياسيه او اجتماعيه. وما الى ذلك. فلذا الفتره اللي الامام الرضا عليه الصلاه والسلام كان وليا للعهد خمس سنوات تقريبا لم يتدخل في شؤون السلطه اطلاقا لانه يدري ان السلطه بيد المامون الجيش بيده، الثروه بيده، السلطه بيده هو يريد يجعل الامام الرضا واجهه. ما يقدر الامام الرضا يغير شيء من الواقع. بس ذاك يريد يلوث سمعته، الامام الرضا افشل بخطط المامون، الجميع علموا بان الامام الرضا لا يتدخل في اي شان من الشؤون. ما له علاقه بهذه الامور اطلاقا. حتى فتره قريب من السنه الامام الرضا كان محبوس، لكن الظاهره انه في قصر منعزل معتزل، لكن في الواقع كان محبوس في ذلك البيت. و على كل حال الإمام الرضا حينما نصبه المأمون ولياً للعهد تهديد لبني العباس، من جهة أخرى بغداد جعلها غير آمنة، وأيضاً اتخذ خطوات أخرى إلى أن جزع الحزب السياسي من بني العباس حزب السلطة، أجوا يتفقون ويا المأمون إنه احنا نقبل بيك. خليفة لكن بشرط أن يكون ولي العهد المعتصم يعني يرجع السلطة إلى الحزب من بني العباس، الحزب السياسي منهم المأمون قبل بذلك ما يخالف لكن الإمام الرضا موجود فأراد أن يزيح الإمام الرضا يعزل الإمام الرضا ما يصير كيف أزاحه بأن سمه قتل الإمام الرضا بالسم في طريق عودته إلى بغداد ورجع إلى بغداد ورجع الأمان إلى بغداد والحزب السياسي من بني العباس أيضا رضى خول المأمون حكم سنوات فحينما سمى الإمام الرضا اتهم هو خطه بحيث كانت انه لا يتهم لكن الخطه فشلت وانتشر ان المامون قتل الامام الرضا عليه السلام فاراد ان ينفي هذه التهمه عن نفسه فلذا حينما استقر في بغداد استدعى الامام الجواد عليه السلام وزوجه بنته ام الفضل ام الفضل زوجة الامام الرضا بنت المامون وهي كانت عقيم كانت عقيما لم تلد، والإمام الجواد له جارية هي أم الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، تلك الجارية ولدت فكانت أم الفضل تغار من ال هذه الجارية، وكانت تبغض الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، يعني هي من بني العباس وتربت في بيت بن العباس وهم يبغضون بني علي عليه الصلاة والسلام هذه المرة الأولى التي خرج الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد المرة الثانية استدعاه المعتصم الوشاة وشو فأراد أن يقضي على الإمام الجواد فاستدعاه إلى بغداد فدخل الإمام الجواد بغداد في صفر من العام ميتين وكان يتحين الفرص المعتصم لقتل الإمام الجواد هو عم أم الفضل زوجة الإمام الجواد فعن طريقها دس السم إلى الإمام الجواد ف. قتله في هذا الحديث إسماعيل ابن مهران يقول في المرة الأولى التي خرج الإمام الجواد إلى بغداد خشيت عليه من المأمون لأن المأمون الذي قتل الإمام الرضا بالسم زين يمكن أن يقتل الإمام الجواد بالسم أيضا فالإمام عليه الصلاة والسلام ذكر إسماعيل ابن مهران أنه لا يخشى عليه في هذه المرة لأن المأمون خطته هو أن يرفع عن نفسه تهمة قتل الإمام الرضا ما راح يأكد التهمة بقتل الإمام الجواد لكن في المرة الثانية المعتصم عندما استدعى الإمام الجواد كان مبين عنده خطة وقال له ليش استدعى الإمام الجواد الإمام الجواد في المدينة وليس له عمل عسكري أو سياسي مثلا بحيث أنه السلطة تخشى منه سياسيا أو عسكريا. السلطة كانت تخشى من الأئمة من أهل البيت عادة دينيا. لأنهم كانوا يعلمون أن هؤلاء هم الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه واله. وكان شطر من الأمة قلوبهم مع الائمة من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حينما كان بنو العباس يبطشون بالناس حتى الناس غير الشيعة، كان توجههم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لذلك السلطة العباسية كانت تخشى جانب الأئمة من أهل البيت، حتى والأئمة من أهل البيت لم يخرجوا ضد السلطة، يعني من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زمان السفاح والمنصور الى الامام العسكري. الائمه من اهل البيت ما كان عندهم حركه سياسيه او عسكريه ضد السلطه من بني العباس. الدور الذي عينه الله سبحانه وتعالى لهم لم يكن دورا سياسيا او عسكريا. الامام الصادق والامام الكاظم كانوا ينشرون العلم مثلا. وهكذا صار الأئمة عليهم الصلاة والسلام تركيز أسس الدين والتشيع لكن السلطة حينما تجد شخصا هو الخليفة الشرعي يخافون منه حتى لو هو ما يطالب بحقه وأيضا حينما يرون قلوب الناس متوجهة إلى شخص يخشون ذلك الشخص هسه الآن ما عنده عمل سياسي أو عسكري. منو قال أنه في المستقبل ما راح يكون له عمل سياسي أو عسكري؟ وطبعا الخائن خائف. الإمام الجواد لم يكن له عمل سياسي أو عسكري وهو في مقتبل العمر. يعني حينما استدعاه المعتصم إلى بغداد عمره أربعة وعشرين سنة. وحينما دس إليه السم عن طريق أم الفاضل عمره خمسة وعشرين سنة. لكن يخشى منه يخاف منه وعدهم تجربة قريبة المأمون العباسي أزاح الأمين بجيش خراسان ولعل جيش خراسان مع الأئمة من أهل البيت يجون يزيحون ملك بن العباس يخافون منهم ولذلك استدعى الإمام الجواد في المرة الثانية ودس إليه السم فمضى شهيدا عليه الصلاه والسلام. هنا اسماعيل بن مهران المره الثانيه ايضا كان يخشى على الامام الجواد. فالامام ماذا قال له؟ فقال: عند هذه يخاف علي. قطع النظر عن الخبر الذي كان عند الامام الجواد عليه الصلاه والسلام. هذا الخبر وصله عن رسول الله عن طريق ابائه لأن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن بإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا العلم تلقوه عن رسول الله ورسول الله تلقاه عن الله سبحانه وتعالى. قطع النظر عن هذا اللي الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يعلم بما سيحدث له عن طريق إخبار الرسول صلى الله عليه وآله، قطع النظر عن ذلك الظواهر أيضا كانت تشير إلى ذلك. المعتصم الظواهر كانت تشير إلى أنه يخطط للإمام وقد أضمر له سوءًا، لذا الإمام قال عند هذه يخاف علي، وبعد ذلك قال لإسماعيل بن مهران: الأمر من بعدي إلى ابن علي، يعني علي الهادي عليه الصلاة والسلام. اما الحديث الثاني من احاديث هذا الباب فهو حديث طويل رواه خيران وخيران هو خادم الامام الرضا والامام الجواد والامام الهادي وكان ثقة عندهم ولوثاقة الائمة به كان ايضا ثقة عند الشيعة هو الذي يروي هذا الحديث الثاني وحاصل هذا الحديث الثاني، الثاني بشكل مختصر نذكره، أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام اعتلّ علة كان مريض، فالناس من الشيعة عندهم حوائج، عندهم أسئلة، كانوا يأتون إلى دار الإمام في البرّاني حسب تعبيرنا، الإمام ما كان يستقبلهم لمرضه. فكان واحد من ثقات الإمام بس من أهل بيته أو من غيرهم هو الذي يدخل إلى الإمام عليه الصلاة والسلام في داخل الدار ويخرج بأجوبتهم خيران الخادم يقول حينما كان هذا يدخل ويخرج إذا عنده كلام معي كان من في الغرفة يخرجون لعله كلام خاص الامام الجواد عنده وفي مره من المرات احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي كان حاضرا فهذا الوسيط بين الامام وبين خيران يدخل ويخرج يقول حينما كان يخرج عند كلامه يا خيران يخرجون هؤلاء من الغرفه يقول في مره من المرات احمد ابن محمد ابن عيسى خرج من الغرفه فذاك الوسيط ثقه الامام تكلم مع خيران بكلام اما صوته كان عالي او احمد ابن محمد ابن عيسى ما كان بعيد او في حال خروجه او هو الذي حاول ان يستمع فسمع الى كلام هذا الوسيط الكلام شنو كان أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام يقول إني ماض والأمر صائر إلى ابن علي وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي زين هذا الوسيط خرج يعني رجع إلى داخل الدار أحمد ابن محمد ابن عيسى رجع فقال لخيران آني سمعت الكلام اللي دار بينك وبينه وأنه قال كذا وكذا وكذا أنه الإمام الجواد قال بأنه ماض ميت يعني وأن الأمر من بعده إلى ابنه علي الهادي عليه الصلاة والسلام وأنه له جميع مالي يعني شنو مناصب الإمامة تنتقل إلى الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام خيران قال لاحمد بن محمد بن عيسى: ما دام سمعت هذا الكلام فاحفظ الشهاده لعلنا نحتاج اليها يوما ثم بعد ذلك خيران كتب عشره رقاع وختمها حتى لا يبين ما فيها، واعطاها الى عشره من وجوه الشيعه، قال لهم انه هذه رقاع مختومه انتو الآن ما تدرون شنو فيها. اذا اني متت، فتحوها شوفوا شنو فيها. وبعد فترة توفي الامام الجواد مسموما. زين وجوه الناس من عامة الشيعة، اجتمعوا في منزل الامام الجواد، عند خيران. عامة الشيعة اجوا عند خيران، منو الامام من بعد الامام الجواد؟ قال لهم الإمام الهادي هؤلاء يعلمون بوثاقة خيران وأنه ثقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام خلص قطعوا أمرهم بكلامه لكن وجوه الشيعة الشخصيات منهم كلام واحد ما يكفيهم الإمامة لا تثبت بادعاء واحد أو بشهادة واحد فاجتمعوا عند محمد بن الفرج الرخجي وأيضا هذا كان من ثقات الأئمة طبعا إلا فد أخ عمر بن الفرج الرخجي ذاك كان ناصبيا أخوان أحدهما من وجوه الشيعة والآخر ناصبي على كل حال اجتمعوا عند محمد بن الفرج من هو الإمام خيران استدعى العشرة اللي كان معطيهم الرقاع المختومة قال فتحوا هذه الرقاع فتحوا هذه الرقاع شافوا مكتوب في هذه الرقاع أن الإمام الجواد أوصى بالإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وبيّن أن الإمامة له زين ذول قالوا انت احنا نثق بك ونعلم بانك صادق لكن انت شاهد واحد احنا نريد شهود اخرين ايضا فخيرا قال احمد ابن محمد ابن عيسى موجود وهذا كان من وجوه الشيعة احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري القمي كان شيخ القميين كبير الشيعة في قم في زمانه قال هذا أيضا كان موجودا حينما رسول الإمام الجواد ذكر أن الإمام من بعده الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث أيضا طويل فهنالك شهد أبو جعفر الأشعري بذلك قال قد سمعت ذلك طبعا ذكر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي قال أنه الشهادة لإمامة إمام هذه مكرمة وهذه مكرمة كنت أحب أحب أن تكون لرجل من العرب لا لرجل من العجم يعني كان يريد يشهد يقول هذا خيران ما كان من العرب من غير العرب طبعا العجم ليس بمعنى الفرس العجم يعني غير العرب سواء كانوا من الفرس أو لم يكونوا من الفرس قال أنه خيران شهد أنا كنت أحب أن غير خيران يشهد من العرب يشهد حتى هذه المكرمة تكون لرجل من العرب لكن هو أحمد بن محمد الأشعري القمي كان من أشاعرة بن الأشعر اليمنيين هو يماني بالأساس قال كنت أحب أن تكون هذه المكرمة لرجل من العرب لكن هذا الإنسان ثقة للأئمة عليهم الصلاة والسلام فشهد وانا اشهد ايضا وايضا في احاديث اخرى اخرون ايضا شهدوا حتى حصل التواتر لدى وجوه الشيعه فلم يبرح القوم حتى قالوا بالحق جميعا هذه روايه من الروايات التي فيها نص على امامه الامام الجواد عليه الصلاه والسلام نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على الحق هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين